الان كيتبين باللي انه القرار ديال تونس اصبح في يد الجزائر، واصبح في يد محور اكبر من الجزائر اللي هو ديال 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 روسيا، ديال ايران. بالنسبه لي ما كنشوفش المغرب خسر ولا المغرب رابح، انا كنشوف واحد مساله بسيطه جدا، هو ان طول ما هذا النزاع ما تحلش كان مين واكل العصا؟ المغرب واكل العصا، الجزائر واكل العصا، الصحراويين واكلين العصا، كل شيء. وللاسف هو ان ديك الانتصارات اللي كل طرف كينسبها لراسو هي انتصارات وهميه، هذا اعترف لا هذا ما اعترفش، لا هذا سحب لا ما هذا ما سحبش، لا زدنا واحد النقطه واحد العباره في القرار ديال مجلس الامن الدولي لا حيدنا هذه العباره. ولكن الواقع هو انه الصراع لم يحسم لحد الان، التنميه ديال المغرب مرتهنه الى حل هذا، حتى قضيه الديمقراطيه بالضم اصبحت مرتبطه بهذا النساء. وانا بالنسبه لي هذا الشيء اللي دار قيس سعيد انا بالنسبه لي غير مقبول، لانه تونس تاريخيا رغم كل شيء كانت كتلعب واحد الدور ديال الحياد، المغرب كان كيتفهم، يعني ما ننساوش واحد المساله ان تونس راه عندها واحد الحدود كبيره مع الجزائر، قبل في واحد الوقت كان القذافي، راه تونس كانت كتنفس بالقذافي وبالجزائر، لان دوله مواردها محدودة، السياحة الجزائرية، قطاع الخدمات، بالعمال اللي كانوا كيمشيو يخدموا في ليبيا إلى آخره. وبالتالي ديك عدم أنها تمشي في موقف ديال الدعم ديال المغرب في قضية ديال الصحراء موقف واضح، كان المغرب عارف لأن تونس ممكنش تمشي، وبالتالي كان لبغينا نقولوا كيراعي مزيان. بالتالي الوقت اللي أنت كتستقبل بديك الشكل هذاك وعندك سابقه، وانك انت جيتي في مجلس الامن الدولي لانه الدوره الاخيره كانت تونس عندها مقعد ديك 15 اللي هما خارج ديك الخمسه اللي عندهم الفيتو، وانك تمتنع على التصويت على القرار، معنى كانت بدايه ديال انسحاب تدريجي من الوضع ديال الحياد في هذا النزاع. يعني انا بالنسبه لي مشكل ماشي ما يقع في الاتحاد الافريقي، لان هذا كتبقى شمال افريقيا وعنده خصوصيات ديالو، والفضاء المغاربي عنده خصوصيات ديالو. الوقت اللي كتستقبل انت بديك الطريقه راه كتقول انا خرجت من بعيد، وماشي غير تستقبل وتمشي للصاله ديال الاستقبال وتوضع العالم ديال الجمهوريه بديك الشكل البارز وبديك الاخراج البارز. هذه رساله كانت زعما واضحه اننا تونس لم تبقى محايده. هل السؤال اللي كيتطرح، هل تونس زعما هذه المساله هذه مرتبطه بالمواقف المغرب من التطبيع باشياء اخرى؟ اكيد هذا الشيء عنده علاقه، ولكن الان كيتبين بلي انه القرار ديال تونس اصبح في يد الجزائر، واصبح في يد محور اكبر من الجزائر اللي هو ديال 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 روسيا، ديال ديال ديال, 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 ديال ايران. راه الولايات المتحده الامريكيه بيدها وقفت واحد المعونه لتونس بسبب ان الدعم ديالها للموقف الروسي في اوكرانيا.